مرحبا. عفوا استاذي الكريم، وين داخلين حضرتكم؟ بدنا نفتش البيت. فتشوا براحتكم، انا عندي شغل. عندي هون ما حذرتي. لا حضرتك ما فهمت علي، يبدو انا في مربيه اجيال، يعني وقتي من ذهب، كانك ما عم تفهم علي. للاسف ما بيفهم. ما بيفهم، ما بيفهم. تفضلوا فتشوا. من الاول. وين كنتي حجه؟ شو عم تحقق معي؟ ايه عم حقق معك، وين كنتي؟ عبالة عندك، كنت بالمستشفى اخذوني اسعاف. ومين اللي اخذك على المستشفى؟ بنتي. قصدك بنتك وخطيبة؟ لا، بنتي وخطيب اختها. يعني سايكو لساتها بالمستشفى؟ الله يهد اللي كان السبب الهي ويحط محله. طيب بنتك وخطيب اختها وينهم هلا يا شاطرة؟ ما بعرف، وصلوني وراحوا. لوين وصلوكي؟ لعندي على المدرسة لعقر عملي. خص عليهم وفضلك، مو شايفة طالعة من المستشفى وتعبانة؟ حلو، يعني انت شفتيهم؟ ايه نعم شفتهم. يا سلام، وهلا وينه؟ شو بيعرفني؟ لك شلون شو بيعرفك؟ لا تشبيها. على فكرة انت شخص صفيق وبحاجة الى تربية من جديد. انت بتعرف مع مين عم تحكي؟ انا حكمت السيدة الفاضلة ومربية الاجيال، قضيت 20 سنة عم ربي اجيال، راح صوتي راح شبابي راح رقبتي، لحتى يجي واحد مثل حكايتك يقول لي لا تشبيها. قسما بالله العظيم سأقدم بك شكوى للسيد وزير التربية، وشكوى بخط اليد وسأقدمها بيدي، والسيد وزير التربية لعلمك يحترمني جدا، شأنه شأن جميع الوزراء السابقين.